السلام عليكم ورحمة الله جيم جروب، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب وتابعونا. اليوم راح اجيب لكم فيديو، اليوم راح نتكلم عن مباراة دوري الابطال. هي مباراة ابرز مباراتين من دوري الابطال، مانشستر سيتي واتليتيكو مدريد، مباراة ريال مدريد وتشيلسي. طبعا ان شاء الله باكر راح يكون عندنا فيديو ما قبل مباراة فريق ريال مدريد وهيتافي، ايضا مباراة برشلونة وليفنتي راح يكون في فيديو، واذا قدرت اصور لكم تحليل مباراة فريق ليفربول ومانشستر سيتي. انتظروا الحلقة الرابعة من سلسلة ندوس بدون فلوس. نبدا مباراة فريق مانشستر سيتي وفوز مانشستر سيتي 1-0. برا كانت في ملعب الاتحاد، كان الصراوي كان بإمكان أفضل مما كان. أفكار بيب غوارديولا ما كانت واضحة بالشوط الأول. ما أنا إذا وصلت الدقيقة 35 وأنا ماني فاهم شنو الفكر. في بعض الأحيان شفنا كانسيلو بيقول لي محرز ادخل شوي في العمق، ناخذ عرض الملعب وأكون أنا وستيرلينج على الخط. مانشستر سيتي يا جماعة بالشوط الأول كانوا عندهم مشكلة في اللمسة ما قبل الأخيرة، يعني خلينا نفترض محرز قدام الجول، كانسيلو يسوي كل شيء، يسوي مهاره ويخترق شيء، محرز قدامه يحاول يعطيه باص ولكن تمريره خطر. ما شفنا هجمات خطرة بالشوط الأول، هو بيستحوذ بيدافعون بالكرة يحاولون يوصلون الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن أكيد مدريد صراحة كان قوي. واللي بتاخده سيميوني، أنت راح تواجه مانشستر سيتي شنو راح تلعب؟ دفاع، اللي بيقول دفاع بس مو الدفاع اللي سوى سيميوني. سيميوني يا جماعة في الشوط الأول شفنا بدافع ب5-3-2، بعدها شاف الأطراف مفتوحة، شاف محرج وكانسلو بياخذ راحتهم، راح يمسترلينج لو يدخل يريليش راح ياخذ راحته، لأن استرلينج بالشوط الأول ما كان بالفورمة، فقال أنا خلصت الأطراف. سكر الأطراف بجواو فيليكس وأنتوان غريزمان اللي قدموا مباراة جيدة جدا. أنتوان غريزمان وجواو فيليكس كان طالب منهم سيميوني إن أنا لا توصل كرة رودري، لو وصلت كرة رودري فراح يتم تفكيك كل خطوط من الدفاعية، كل ما تعبنا راح يروح، لأنه يدري شو دور رودري مع مانشستر سيتي التكتيكية. ورودري إذا تحت للفرص راح يفتح معاه بالعمق برناردو سيلفا وإلكاي غوندوغان وكيفن دي بروين. على اليسار راح يكون معاه رحيم ستيرلينج وناثان أكي، على اليمين راح يكون معاه واو كانسيلو ورياض محرز. أول ما تصل الكرة راح يطلع النساء يشوف أفضل حل، وأتوقع الحل راح يكون في العمق. دي بروين وغوندوغان وسيلفا راح يتمركزون بشكل جيد، راح يحاول يوضعهم أول مرمى. ومثل ما شفنا يا جماعة في الهدف سجله مانشستر سيتي، وصلت الكرة لرودري، تم تفكيك الدفاع كامل بعد وصول الكرة لرودري. رودري كشف فودين بمواجهة لاعب واحد، فودين استلم الكرة حوطوا عليه 3 لاعبين، وصلها لدي بروين من دون أي مراقبة ويسجل. طبعا انتهى الشوط الأول، شوط الأول جميل جدا من دييغو سيميوني، راح جدا من بيبي غوارديولا، ولكن ما شفنا الفكرة، ما شفنا اللاعب اللي بيحاول يبادر. جواو كانسيلو كان عنده تمريرتين خاطئتين، رودري كان عنده تمريرات خاطئة، غوندوغان ما كان المؤثر كثير من النواحي الهجومية، دي بروني كان طافي في المباراة الكاملة بعيدا عن الهدف، فكان طافي، كان طافي 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 جدا، وضيع فرصة بعد الهدف الأول. فودين أعطاه فرصة بعد، فودين لما دخل سوى شوشوشة بدفاع أتلتيكو مدريد. تشوط الأول 0-0، وبننتظر ما راح يسوي غوارديولا، هل دييغو سيميوني راح ياخذ ثقة ويبادر ويمكن يهاجم يحاول يسجل هدف؟ شفنا بيتواجد معنا جابرييل خيسوس وجاكريليتش وفي الفودين. بداية الشوط الثاني شفنا بيبي غوارديولا بيغير خطة. بيبي غوارديولا بداية الشوط الثاني راح حط رحيم ستيرلينج في المهاجم الوهمي، هو في الجناح الأيسر برناردو كارفاليو سيلفا، خيسوس دخل صار المهاجم الأساسي الصريح، يكون مع دي بروين والرائع في الفودين على اليمين ودي بروين على اليسار، وراس حربة خيسوس. في الوسط شاهدنا لاعبين هم بيقوموا ببناء الهجمة، لما بأتلتيكو بيسوي ضغط هو يكون بياخذ الكرة بيستلموها بينطلقوا الأمام، اللي ما برناردو سيلفا ورودري لاعبين جيدين جدا. مني سيتي تحرر شاخذ ثقته، ود اللاعب جدا ممتاز في المساحات الضيقة، لاعب بيتحرك لعب مباشر، يعني لعبة مباشر جدا على المرمى. أول ما وصلت الكرة من رودري انطلق بالمساحة راح على 3 لاعبين، فدي بروين كشف أنه بروحه من دون أي مراقبة، لعب تمرير رائع من كيفن دي بروين، ودي بروين لا يضيع الصراحة. بعد مانشستر سيتي الصراحة أخطر 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 بكثير، وأتلتيكو مدريد توتر ودش بصدمة، كنا ممكن نخرج بتعادل، ولكن في الفودن دخل سوى هوش شوي شوشرة بدفاع أتلتيكو مدريد. شفنا جا صراحة سيميوني نجح، ولكن غوارديولا نجح في تبديلاته وإنه صح قبل لا يفوت الأوان. فالفرق جمال مانشستر سيتي هذا جمال اتلتيكو مدريد، وروحها مع تشيلسي وريال مدريد. تشيلسي وريال مدريد كانت مباراة قوية جدا تكتيكيا، خسر فيها توخيل وفاز فيها انشيلوتي. يا جماعة شفنا من نص المباراة لما بينصاب ايدن ميليتاو بكتفه من كاي هافرتز، شاهدنا كان انشيلوتي يسحب فينيسيوس جونيور ويقول له تعال
ويعطي التعليمات ادخل في العمق اتحرك ما بينهم اخرج كريستنسن من اللعبة كاملة خله يدمر تكتيكين ونفسين خل توكل يحس انه دخل برا غير غلط وسيرها غلط اتحرك في العمق وادخل في المساحات وافتح بشكل جيد وخرج كريستنسن من اللعبة فنجح فيه نجح فيه كارلوشلتي كارلوشلتي قال لي كريم بنزيما خليك في الوهمي وتحرك وأعب يعني خليك ان انا بتحرك في العمق وهي من وراء اتمركز من حيث لا تحتسب يا تياغو سيلفا خلت تياغو سيلفا من 38 عام ينهار في قمة الاحلام صراحة اليوم يا جماعة تشيلسي يا جماعة اقدم اول 10 دقائق جيدة جدا تشيلسي يا جماعة ولكن اليوم استغلتم تو واستغل ان خطأ اليوم في تسيير مباراة تكتيكية ما حضر لها بشكل جيد واستهان في ريال مدريد اليوم شاد سيزر ازبليكويت بتواجد ظهير ايسر عند الونسو على الدكة كان متواجد على الظهير الايمن بتواجد جيمس اللي صار له عدة مباريات وراجع من اصابة بيلعب صحيح قدم اداء جيد هجوميا ولكن دفاعيا كان في وراه كوارث يستغلها الجونيور في الوسط يا جماعة اليوم مودريتش قدم مباراة جيدة في توقع مسار الكرة دائما بخبرة 37 عام بيتوقع مسار الكرة بيقطع بروح بمرتدة عرضية اليوم لكريم بنزيما صعبة جدا اني بحط له اياها وبنزيما كيف تحرك وسبق تياغو سيلفا ب 38 عام وسجل هدف يا جماعة تشيلسي مسك كرة على ريال مدريد ريال مدريد دافع كما كنا متوقعين ريال مدريد بيدافع اليوم بخمس لاعبين في منطقة جزاء شفنا اليوم كاسيميرو بتحول كقلب دفاع كارفاخال بتحول كقلب دفاع مندي الظهير الايسر وهناك الظهير الايمن فيدي فالفيردي فيدي من حيث التحولات من حيث اليوم ازبليكويتا شاله هجومين ازبليكويتا ما كان عنده اي عرضيه رائعه مع العرضيه كانت لمون لوكاكو ولوكاكو ضيعها ازبليكويتا اليوم دفاعيا هجومه كارثي جدا دفاعيا على ايقاف فيدي فالفيردي وداني كارفاخال قدم مباراه جيده جدا ولوكا مودريتش الجهه اليسرى لريال مدريد من شهادة جونيور بيستمتع في كريستنسن لاعب برشلونة القادم اليوم شاهدنا جورجيني بقدم مباراة رائعة وشوط أول ممتاز هو لاعب جدا في التمريرات دفاعيا كان سيء جدا وكارثي هجوميا كان ممتاز كانت هي جماعة من حيث الضغط من حيث السرعة لاعب كان ممتاز ولكن عندك كوفازيتش عندك كوفازيتش ما بتلعب بهذه المباراة قوية بدنية جدا دفاعية تحدى مثل كوفازيتش وجورجيني في خط الوسط كانت اليوم ما كان متوقع اني اشوفه موجود كانت يا جماعة ما حق هذه المباراة والرجل صار عمره 30 سنة ما يلعب هذه المباراة صراحة بالهجوم اليوم يا جماعة اسوأ لا في هجوم بوليسيس قدم اسوأ مباراة لهذا الموسم شاهدت له ميسون مونت على الاقل قدم الشغل كان ممتاز في الضغط في الشوط الاول سدد تسديدة خطرة كان رائع شوي كاي هافرت سجل هدف كان ممتاز حاول انه يشكل خطوره علي ميري جيمس هجومي كان ممتاز جدا لعب مهاري جدا يعني موهبه قادمه لانجلترا في قلوب الدفاع يا جماعه في الحاله الهجوميه تشيلسي بيهاجم بروديجر من تبقى تبقى كريستنسن وتياغو سيلفا تياغو سيلفا بطيء جدا وكريم بنزيما والجونيور اكيد يقدرون على كريستنسن وتياغو سيلفا احذروا يا جماعه ان كان هذيل الاربعه سجل معك فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وتيبو كورس ولوكا مودريتش هذيل الاربعه اذا كانوا في يومهم في دوري الابطال ريال رسمي اقول لكم اياه هذيل الاربعه اذا كانوا بيومهم في اي مباراه سيفوز بها ريال وانا اراهن على هذا من كان الخصم لو كان باريس سان جيرمان وريال مدريد والف هذيل الاربعه اذا كانوا بيومهم خلاص خلاص فات الأوان على أي خصم سيواجه ريال مدريد هذيل الأربعة بيومهم تشيلسي اليوم يا جماعة حاول أن الكرة ما توصل للاعب فينيسيوس جونيور ولكن أنت في المرتدات أكيد كرة راح توصل له واللاعب جدا مهاري وسريع اليوم شاهدنا بيعطي عرضية رائعة في رجله اليسرى لكريم بنزيما بنزيما بيحطها ميندي اليوم يا جماعة بيسبب خطأ خاطئ جدا قاتل في مباراة برينتفورد سابقة تسبب بنفس الخطأ ولكن الحمد لله الله ستر برينتفورد ضيعها ولكن لا تخطئ أمام ابن الذمة لا تخطئ أمام كريم بنزيما يا إدوارد مندي سجلها كريم بنزيما وخلاص بعد 2-0 شوط طول تشيلسي خرج من اللعبة كاملة واستمر ريال مدريد في ممارسة هوايته الرائعة جدا هي المرتدات والانطلاقات بالمساحات انتهى الشوط الأول 2-1 بهدف رائع من كاي هافرتس التمريرة السحرية من جورجيني الشوط الثاني شاهدنا الكارثة راحت المباراة لولا إدوارد مندي كان ممكن لتشيلسي يخرج نتيجة إيجابية 2-2 أو يقلبها 3-2 ولكن إدوارد مندي خربها ودمر معنويات فريقه ألف مبروك جمهور ريال مدريد هذا جمهور تشيلسي والشباب اسمعوا اليوم لا تنسوا لايك شير سبسكرايب تابعونا تحت الوصف والفولو مع السلامة.